ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين حلقات فقرات اسرار الحياه. طبعا قبل ما ابدا الحلقه بتاعتي بشكر الفنان اكرم والاستاذ اسلام على الفقرات الفنيه اللي هم فقرتنا الثابته في برنامج اسرار الحياه. كل حلقه طبعا بيتكلموا عن حاجه معينه، وانا طبعا بشكركم وبدعمهم من خلال برنامج اسرار الحياه. طبعا احنا اتكلمنا عن الفاشن والموضه حلقات كتيره ولسه متكلمين. لما نتكلم عن الفاشن والموضه لازم نتكلم عن المصداقيه والخبره في المجال. ناس كتيره للاسف بتدخل في الموضوع والخامات والماتيريال بتاعتها ما تبقاش كويسه ورديئه، ومسافه اللبسه والتانيه بتلاقيها باظت. طبعا ناس كتيره دخلت واتكلمت في الموضوع ده وطلبوا مننا ان احنا نجيب ناس كويسه تتكلم عن الموضوع ده. من الحاجات اللي لفتت نظري قوي بيدج اسمه كليوباترا، او براند اسمه كليوباترا. لما جيت دخلت وبدات اتابع البيدج لقيت صاحب البيدج من الناس الكويسه جدا المحترمه اللي بدات من الصفر وعملت بصمه في مجال الفاشن والموضه. اشتغل على نفسه لغايه لما عمل ديزاين واثنين وثلاثه ولقى ترويج حلو قوي لمنتجاته. بمعنى اصح بدا بديزاين معين وبعد كده ربنا اكرمه عمل واحد واثنين وثلاثه ولقى اقبال عليه كتير. الاقبال ده جاي من ايه؟ جاي طبعا من الخامات والماتيريال الكويسه، بيراعي ربنا في السعر بتاعه او في الاسعار، مش اوفر قوي علشان الناس تقدر تقول لك لا ده ازاي ومش ازاي، لا الحاجه كويسه تقدر انت تستخدمها. كمان الشغل بتاعه في اونلاين، الشغل بتاعه بيجي لك لغايه باب البيت، بتشوفه بتقول اه هو نفس التصميم اللي انا شفته ولا لا. طبعا حكايه ان الناس بتخاف دلوقتي من اونلاين، لا انا بقول لك براند كليوباترا اللي انت بتشوفه على البيج او البراند هو نفس اللي بيوصل لك، ويمكن كمان الالوان احسن وازهم. طبعا معانا ومعاكم النهارده استاذ احمد السيد محمد صاحب براند كليوباترا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا النهارده في اسرار الحياه. نورك يا ست الكل. في البدايه تعرفنا بحضرتك اكتر. احمد السيد محمد، انا من الشرقيه يا فندم، صاحب مصنع كليوباترا، براند كليوباترا. طيب قول لي انت درست المجال ولا هوايه؟ لا انا دوت ممارسه، مهنه ممارسه، هوايه حبيتها. اه حبيتها. طيب من 2012. حبيتها بناء على ايه؟ بناء ان هو اكل عيش ومهنه، ان انا مش شرقيه وجيت هنا كرداسه، كنت في كرداسه من 2012 وابتديت في المجال. ان انا كنت شغال صنايع ياسين في مصانع وكده، وخدتها واحده واحده بدات انت بقى تعمل البيزنس الخاص بيك. اه البيزنس الخاص بيا لسه بادئه من سنه. يعني بدأ ان انا اعمل حاجه لنفسي من سنه، انما قبل كده انا كنت شغال مهني في مصانع كبيره ومعروفه برضو لها اسمها في كرداسه. ما شاء الله. انما ابتديت بقى ان انا اعمل ايه، حاجه كويسه لنفسي وحاجه حلوه للناس. تمام. وابتديت ان انا اغير مفهوم الاونلاين. في هنا مشكله في مصر بالنسبه للاونلاين. طبعا دي مشكله كارثه. دي مشكله ان هي مثلا بيشتغلوا على صور والمنتج مش زي الصوره. فدي بقى كان هدف ان انا احقق ان انا اعمل المنتج يبقى اقوى من الصوره اللي هي على البيج عندي. فهو ده بقى خطه التسويق بتاعتي. اللي انت تطلع منتج حلو في نفس أطلع الوقت. منتج كويس. ما تخوفش العميل من الاونلاين. ما تخوفش العميل. وصلتك ان انا بشتغل على ماتيريال كلياته يعني ماتيريال عالي كويس، والخامات كلها مصري، والمنتج مصري 100% وبيد مصريه، ومعايا برضو مجموعه من المهنيين برضو زملاتي، وبنعمل حلو. حاجه كويسه. تمام. طيب قول لي اكتر مشكله واجهتك في بدايه حياتك ايه؟ في بدايه حياتي بالنسبه لايه؟ في بدايه مشروعك بقى انت خلاص هتستقل. مشروعي ان انا لسه برضو ايه بالنسبه للخامات وكده والحاجات ديت، ان انا بشتغل على خامات مصري قطن. وكانت بالنسبه للمشاكل اللي بتقابلني ان انا يعني لسه بسمي الله وبدايه طريقي لسه كان في بدايه طريقك، اللي انت لسه الماديات برضو مش معاك لسه قوي. لسه الماديات مش قوي، وان انا بدا ان انا اساسا كنت فاتح حاجه صغيره على قد كده، وان انا ايه بصنع لبراندات معروفه، ان انا مثلا ايه بعمل لهم شغل باسمهم هم. انما انا لسه بادئ السنه دي اعمل حاجه بقى باسم انا واعمل منتج كويس. بس حلو برضو ان انت يبقى عندك حاجه خاصه بيك. تمام. دوت حلو وهدف ان انا الواحد بس عنده امل في ربنا ان هو يوصل له ان شاء الله بالتعب والاستمراريه وحاجه كويسه ان شاء الله. اكيد. طيب قول لي التصميمات اللي انت بتعملها بقى بتعملها ازاي؟ دي يعني جت معايا بخبره الحياه وخبره الشغل. يعني انا شفت تصميمات حلوه جدا وصور مختلفه والالوان، وتحس ان الالوان مركبه مع بعضها حلو. بفضل ربنا دي استمراريتي في المهنه، انا بقالي فيها بتاع 15 سنه. انت اللي بتصمم؟ انا اللي بصمم وانا اللي بقص، انا اللي بعمل الديزاين. لا انا اللي بعمل كل حاجه. يعني انت كمان اللي بتقص؟ انا اللي بقص. انا يعني انا في صور ليا انا اللي بقص في ورشتي، انا كانت ورشه صغيره على قد كده وببتدي طريقي.
بدأت بقى ان انت تدخل ناس تساعدك وكده. بدخل بقى مجموعة من صحابي، من اخويا، فاهمة، مجموعة كده مع بعض. احنا كنا مجموعة صناعية، فهم في ظهري دلوقتي، وبنسعى ان احنا نعمل حاجة كويسة، وبسعى في الايام الجاية ان انا ادخل الغرفة التجارية وشهادة الايزون، وان احنا نصدر بره منتج مصر كويس، تمام، نغير مفهوم المنتج المصري. اكيد طبعا. انت يعني عندك القطن المصري اعلى خامة قطن في بالنسبة للقطنيات، عندك انت المنتج بتاع الخامة المصري اقوى منتج، بس طبعا. هي الفكرة بس عندنا في الاونلاين قلة المصداقية، ان انت بس بتبعتي صورة للعميل ما انا عايزه اقول لك على والمنتج ما حاجه، بروحش نفس الصورة. للاسف في ناس واخده الموضوع سبوبه، لو اخد منك اخد منك واجري. ما دوت حاجات مجهولة، انما حضرتك انت لو عملت زبون كويس وعارف ان هو باخد منك منتج كويس، خلاص هو خد الثقة منك، فهي دوت النجاح. مش النجاح ان انا بيع لك قطعة وخلاص، لا. النجاح الاستمرارية. وصلتك كده؟ الثقة، ان انت تعمل الثقة في منتجك، ان انت تطلع حاجة بما يرضي الله، هو دوت النجاح. تمام. انما مش اللي انا اعمل ان انا اعمل لك مثلا معاك ديل ان انا اديتك القطعة وخلاص كده، ما هو بعد كده مش هيطلب مني. وصلتك؟ فاهمين. انما انت عملت مصداقية للزبون، خلاص بقى فاهم ان هو حاجتك ايه، وفاهم البراند بتاعك كويس، وفاهم التصميم بتاعك، وفاهم الماتيريال بتاعك، فانت دلوقتي بتحافظي على العميل بتاعك وبتعملي اسم كويس، طبعا هو ده اساسي. النجاح. ممكن يكون الطريق طويل شوية، بس حاجة مظبوطة، مش حاجة مغشوشة، ان انا مغشش حد وخلاص كده، ما كده انا فقدت المصداقية. انما انت ما تشتغلي على ماتيريال كويس وخامات كويسة، خلاص انت بتحافظ على الزبون، وربنا يكرمنا الايام اللي جايه برضو ونطلع بره، أكيد ان احنا طبعا. نصدر منتجاتنا بره. وبفضل الله انت عندك اقوى خامات، الخامات المصري، يعني في براندات عالميه شغاله بالقطنيات المصريه، بس احنا كشباب برضو عندنا حلم، اللي انتوا بس تعملوا ان احسن. احنا نعمل احسن، وان احنا نسعى ان احنا نعمل براند باسم كويس. طبعا اساسي. وصلتك؟ وان شاء الله خير. تمام. قول لي ايه نوع الملابس اللي انت بتقدمها للعميل؟ انا بقدم ملابس، اعتبر عبايات استقبال وعبايات صيف اللي هي بيتي، ده المنتج الاساسي بتاعي، ودوت الحرفه المهنيه اللي انا نشات فيها. حلو. تمام. ديت اللي انت بدأت، اللي انت تعمل كل حاجة فيها بحيث ان انت تطلع اتمكن طاقتك فيها، اتمكن. وخبرتك فيها. هي دوت الحرفه المهنيه بتاعتي، ان انا بقى احدث فيها، اجمل فيها، اعمل فيها ديزاينات جديده، اعمل فيها اشكال جديده. رسومات التتريس ده عامة أنا اللي بختارها، الديزاين والتصميم أنا اللي بقص، ومجموعة من صحابي وأصدقائي كنا برضو صناعية زملاء مع بعض، وإحنا بادين المشروع مع بعض، وهم فهمي. مشجعيني برضو، واقفين في ظهري إن إحنا نعمل حاجة كويسة. تمام. طبعا يعني انا بفرح جدا باي شاب مصري عنده طموح ونفسه يعمل حاجه، ان هو ما يقعدش في البيت، خلاص انا هقعد في البيت، لا عنده يأس. لا، احنا النهارده معانا نموذج حلو قوي للشباب، ان هو بيقول لك انا بدات اصلا ببقى شغال في المصانع وهنا وهنا وهنا، وبعد كده بدات ان انا يبقى ليا بقى اخد خبرتي، يبقى ليا البيزنس الخاص بتاعي، سواء بقى قمت او ما قمتش، بس هو ده حاجه بتاعتي عايزه ايه اعمل فيها حاجه. طبعا هو داخل على الموضوع ده بشكل حلو جدا، بحيث ان هو قال خلاص بقى، وربنا بيوفقه في الموضوع بتاعه لغايه لما اسمه سمع. حضرتك لما تيجي تعمل سيرش على كيلو باترا هتلاقي البراند بتاعه، هتلاقي في الشكل اصلا زي بعضه. يعني هو من الحاجات الحلوه بتاعته ان هو الاشكال مختلفه والالوان مختلفه، وكل واحد وكل ذوقه. وفي نفس الوقت لما تيجي تشتغل تبص على الخامه، الخامه حلوه جدا، قطن، يعني مهما تلبسها مش هتضايقك. انت عارفين طبعا القطن لما يكون حلو بيبقى طبعا متاح لاي حد. طيب قول لي بقى، اتفضلي. اشتغلت في كل المحافظات ولا شغلك بس مقتصر على المحافظه بتاعتك كرداسه؟ لا انا اساسا مش شرقيه، مش شرقيه. من ابو كبير شرقيه، لا، انا مقر شغلك في مقر كرداسه. شغلي في كرداسه. كرداسه بس، ولا بدات ان انت تعمل اونلاين في حته تانية؟ لا انا بدات في كرداسه، ولسه بدأ الاونلاين دوت من 4 شهور. واللي شجعنا على قصه الاونلاين دوت زوجتي، هي اللي شجعتني، وهي اللي ادتني الطاقه برضو ان انا قالت لك ما ابتدي، يجراش حاجه ان احنا نعمل ان مثلا هو مشروع صغير، وهي تبتدي معايا ان هي تقف في ظهري تسوق معايا. تسوق معايا، هي اللي ماسكه الصفحه معايا، فهي حلو. اللي ادتني برضو الدفعه لقدام، ومعايا برضو اخويا واصدقائي برضو ادوني الدفعه. انا اساسا كنت شغال لبراندات، ان انا بعمل لها تصاميم بس بحط لها الاسم بتاعها، يعني انا شغال لبراندات في السعوديه، ده شغلي الاساسي.
وانا بصنع لهم. فانا بادئ بقى اعمل حاجه كويسه لنفسي انا، تمام. وخير املنا في ربنا كبير، بس هي كل الفكره بس ان احنا خطوه بخطوه، خطوه بخطوه ان شاء الله خير. اكيد انا عارفه ان انت لسه مبتدئ وكده، بس حابب ان انت تعمل حاجه كويسه. الحمد لله ان شاء الله، ودايما في جديد. اكيد يعني قول لي بقى، إن شاء الله الالوان اللي طالعه ايه هي اللي هي عامله ترند بقى على الساحه؟ عندك مثلا اللي هو المنت دوت، والاوف وايت، والوان كتير. وفي لون اسمه لافندر. اللافندر ده طالع جدا، هو الموف اللي بنقول على الموف. اللافندر ده جميل. وعامه هي اذواق، كل واحده ولها ذوق. وصلتك؟ وكل برضو ديزاين وليه الماتيريال بتاعه والشكل بتاعه. وهي اذواق يعني، مثلا في واحده بتحب المنت، في واحده بتحب كل واحد ولها ذوق. عامه كل لون باخد زهوه كده بس فتره معينه طبعا، بس هي الاذواق بقى بتختلف عند كل شخص والتاني. قول لي اتفضلي. عايزه برضو اعرف ايه الجديد اللي انت ناوي تعمله، طموحك ايه؟ ما هو طموحي ان شاء الله ان انا ادخل الغرفه التجاريه واعمل شهاده الايزو، ان انا ابقى موثق فعلا بشهاده الايزو، ان اطلع منتج فعلا مفحوص وكويس الجوده. دوت هدفي في الحياه ان شاء الله، وان انا اخرج بره. اكيد خطوه بخطوه، خطوه بخطوه. يعني احنا بالنسبه لنا اعلى خامات، في مشكله بقى ان احنا بنواجهها عندنا هنا، ايه بيقولوا عقده الخواجه للاسف. وصلتك؟ اللي هو مستورد، انما بفضل الله انا شغال على قطنيات مصريه اعلى من المستورد 100 درجه. واغلى من المستورد. تمام. يعني انا شغال على قطن خامات اعلى من المستورد بكتير ومصري. وعندك براندات عالميه هي شغاله قطنيات مصريه، بس هي مش مصريه. لا، البراند مش مصري، بس هو شغال على القطن المصري بتاعنا. فهي دي كل الفكره، ان احنا لو شجعنا المنتج بتاعنا ان شاء الله خير. فهو ده الهدف بتاعي، ان انا اشجع يبقى عندي، يبقى منتجي مصري كامل 100% بالنسبه للتطريز، بالنسبه للخامات، بالنسبه للعماله، بالنسبه لكل شيء. فهو ده هدف ان شاء الله. طيب الفكره جات لك ازاي اللي انت تعمل بقى براند لنفسك؟ يعني امتى بقى قلت خلاص انا هستقل بنفسي؟ خطوه مهمه جدا اللي انت عملتها ده. في ناس كتير بتخاف تقول لك لا خلينا ماشي كده لحسن اخسر لحسن لحسن. بس في حاجه بيقولوها، اللي ملوش قلب ملوش رزق، فلازم تتوكل على الله وسيبها على الله. وكل مجتهد نصيب، ان انت ما بتجتهدي ربنا يديكي خير. وانا اللي شجعني على الفكره قلت لك زوجتي، هي اللي شجعتك وقالت لك لازم نعمل الفكره دي. قالت لي اعمل بقى حاجه لنفسك انت، انا شغال بقى لي سنتين ثلاثه لناس معينين وما شاء الله ربنا كرمهم. تمام. فقالت لي برضو اعمل حاجه كويسه لنفسك وان شاء الله ربنا يكرمك. مش شرط السنه دي، السنه الجايه، بس طول ما انت مجتهد ان شاء الله في خير. لا لازم يبقى في حاجه مستقله. لازم يبقى في حاجه مستقله. وانا سايب مثلا الشرقيه وقاعد هنا مقيم باسرتي واولادي في الجيزه هنا. فما ينفعش بقى اكون سايب بلدي وكده وما بعملش حاجه كويسه لنفسي. لا طبعا لازم، وكمان تعبك هيكون ليك، تعبي ليا في الاخر. ومعلش، اول حاجه انت مبتدي طريق، بيبقى الطريق طويل شويه، بس قدام بترتاحي. أيه. وبتعملي حاجه باسم كويسه. وانا هدف ان انا اعمل براند كليوباترا دوت، ان هو يكون معروف ان هو مصري 100%. ويكون حاجه كويسه ليا ولاولادي فهو ده هدفي. تمام. ايه اللي يضمن العميل اللي بيشوفه على البراند بتاعك هو اللي بيوصل؟ يعني في ناس تبقى مقلقه جدا. لا انا عندي حضرتك، قول لي بقى الضمانات بقى. انا الضمانات عندي خدمه عملاء، وعندي ضمان على المنتج بعد استلام المنتج، بعد الغسيل والمكوى عندي ضمان على المنتج، ولاول مره في تاريخ الجلابيه يكون عليها ضمان. طبعا انا بدي ضمان للعملاء بتوعي ان هم ياخدوا الجلابيه يلبسوها ويغسلوها ويكوها، وبعد كده يقولوا لي رايهم في المنتج بتاعي. يعني ده كل ده انا مديهولهم ضمان على المنتج بتاعي. ايوه فاهمه، عشان انا اللي مصنعه بايدي، فانا عارف انا مطلع منتج ازاي. فدي في حد ذاتها انا بدي للعميل المصداقيه 100% من المنتج بتاعي. ان انا بدي له حاجه لا قدر الله في عيب تطريز في اي حاجه، فدي بتاعت انا لاستبدال لي، ان انا بدي له ضمان على المنتج بثقه. وبفضل الله اللي بطلب حاجه مني بفضل الله حاجه كويسه، وانا بطلعها بايدي. حلو قوي الموضوع ده. يعني انا اللي ماسك الاونلاين دوت بايدي انا، مش اللي انا موقف فيه ناس وكده، انا اللي بطلع الحاجه بايدي. طب انت بقى بتتفق مع شركات شحن كويسه؟ بتفرق معايا؟ شركه شحن بتوصل لحد البيت.
يعني في برضه شركات الشحن بيبقى المنتج حلو جدا بس شركة الشحن مش كويسة، قابلتني فده الدروبات دي في البداية، لأن كان مثلا الأوردر بيتأخر على العميلة فتيجي خالص تكنسل الأوردر. طبعا. فسعيد يعني إن أنا شفت شركة كويسة الحمد لله شغالة معايا دلوقتي، بتوصل هنا مثلا المحافظات هنا في نفس اليوم في الجيزة والقاهرة هنا، بس المحافظات خلال يوم أو اتنين بتكون موصلة الأوردر برضو، معاها مناديب محترمين ومعاملة كويسة وحاجة محترمة تشرفني أنا. وبعدين أنا حاطط رقم خدمة العملاء دوت بتاعي أنا، لو في مشكلة في الأوردر في أي حاجة بتوصلوا معايا أنا شخصيا. ايوه، لان للاسف شركات الشحن بتخلي المنتج رديء أيوه مهما كان المنتج، هقول لك لا يا عم مهما كان منتجك ده انت ضغط عقبال ما جالي. لا، بس أنا بفضل الله بودي منتجي تغليف كويس وحاجة كويسة حاجة محترمة، وأنا اللي بشيك على منتجي قبل ما يوصل للعميل، وبتابع مع الأوردر مسافة ما الأوردر بيطلع من عندي من المكتب بتواصل مع العميل، ببعت له صورة الفاتورة وهو بيتابع مع شركة الشحن، وبفضل متواصل لحد ما تستلم الحاجة بتاعتها وتشكر فيها. طيب قول لي بقى، بتعرف المقاس منين؟ يعني انا درست 3 اوردر، تمام، بتعرف المقاس منين؟ من الوزن حضرتك. من الوزن. اه، طب هي تقول لك على وزنها. بتقول على وزنها عندك مثلا ميديم من 55 مثلا ل 70، مقاسات كده هي 4 مقاسات، ميديم لارج اكس لارج 2 اكس، فهي حضرتك بتقول لي مثلا الوزن والطول، بالنسبه على كده انا ببني عليه السايز بتاع مقاسها. في مثلا ناس سين ما بتحبش الجلابيه، بتحبها مرتاحه، فمثلا بزود لها مقاس على حسب رغبتها هي. ده كله برضو بالنسبه للتواصل بتحدد هي المقاس بتاعها. اكيد اكيد. وصلتك؟ وبعدين انا بديها ضمان استبدال، وضمان استبدال لون لو استلمت حاجه وعايزه تبدل اللون عادي بتبدله، والشحن عادي. علينا احنا مجانا، حلوة أوي. والضمان على الجلابية لو في أي حاجة الشحن مجانا علينا. تمام، قولي بقى التطريز اللي موجود في الجلابية تمام بتعمله ازاي؟ يعني أنا شفت تطريزات جميلة جدا جدا، وحاسة إن هو شغل هاند ميد، مش أيوة، ما عارفة هو شغل هاند إتمام وشغل حاجات بعملها في المحل. ميد. يعني التطريز بتاعي بعمله في المحل، هي أساس التطريز، وبرضه صناعة مصرية وكل حاجة مصرية بفضل الله. انت بتشجع الصناعة انا المصرية؟ بشجع الصناعة المصرية، بشجع صناعة بلدك. الحمد لله، وان شاء الله يعني في السعودية المنتج المصري قوي، بس كل المشكلة انا اسف ان في ناس هنا بتعمل منتج شعبي، فده اللي بتبوظ سمعة المنتج المصري. اكيد انما اكيد. احنا لو سعينا كلنا ندي المنتج حقه هنعمل حاجة كويسة. عندك القطنيات في السعودية ما شاء الله مشهور ان القطن المصري اعلى درجة خامة قطن، سيبك بقى من المستورد سين اي مستورد. عندك هنا براند قطنيات هو العمالة مصرية والقطن مصري، بس البراند مش مصري. لا، وصلتك يا فندم؟ فاحنا لو وصلتني. سعينا، احنا شباب وفينا طاقة، اي نعم الشباب فيه سنة يأس وكده، بس في خير لو سعيت ربنا هيكرمك، اكيد، وواحدة واحدة ربنا هيكرمك، بس انت تسعى على هدفك صح، برافو عليك، وتجري ورا هدفك، مش شرط ان هي في يوم او اتنين او تلاتة او شهر او اتنين، بس طول ما انت بتسعى ربنا يكرمك. طبعا اكيد. فهي دي بقى خير ان شاء الله. اكيد. طيب قول لي، ارتفاع الخامات والماتيريال، يعني انت كان عندك تسليمات واوردرات وكده، وللاسف ارتفعت الخامات والماتيريال، اشتغلت ازاي او بدات ان انت تواجه الموضوع ده ازاي؟ هي ما ارتفعتش وانا شغال، يعني لحد ما ابتديت اعمل البراند بتاعي الخامات ثابته لحد ما لحد دلوقتي، فما واجهتش المشكله دي. فانا بسعر منتجي بالنسبه للخام اللي انا بجيبه، وبالنسبه للتطريز، وبالنسبه لدي، فبسعر منتجي بما يرضي الله، وبحط عليه مكسبي الربح البسيط بتاعي، تمام، وامل ان انا اعمل زبون كويس بعد اكيد. كده النجاح جاي. بص، انت احسن حاجه فيك انت ما بتبصش للناحيه الماديه، لا مش معتبرها سبوبه لا ان لا انا هدبح العميل او كده، لا، انت اهم حاجه عندك ارضاء العميل. انا ارضاء العميل اهم شيء، بعد كده نكسب من العميل. عملت قاعده زباين كويسه، عملت اسم كويس، ده مكسب خلاص. ده خلاص كده مكسبك. انا خلاص هشتغل عليه، وبدل ما بطلع 100 قطعه هطلع 1000 قطعه. تمام. ادام عملت قاعده زباين كويسه خلاص، وعملت مصداقيه للعميل من ناحيه براند كليوباترا، خلاص بقى كل ما تعوز تجيب مثلا حاجه استقبال او حاجه بيتي خلاص هي اتعاملت مع البراند قبل كده، خلاص بقى ثقه عندها. أكيد. فده المكسب. انما مش الفكره ان انا عندي 100 جلابيه عايز ابيعهم وخلاص، ما انت كده مش هتخسر هتعرف، مش المصداقيه. هتكسب. وبعدين دلوقتي عندك العميل بعين المنتج من قبل ما يستلم،
فبعين لو لقى الماتيريال او الخامه او بيرجعه تاني. تمام. فالناس دي كلها اغلبيتها دلوقتي بتوعها اللي بتعمل شعب وكلام من ده. بس لو كل واحد حافظ على اللي في ايده وعمل حاجه كويسه ربنا هيكرمه اكيد طبعا، ويتقي الله في الناس. اكيد اكيد. كلمه شكر تهديها لمين بقى في نهايه الحلقه بتاعتي؟ هديها لوالدتي، ربنا يديها الصحه يا رب. هي وقفت جنبك وساعدتك. دي ست الكل دي. هي اللي مدياني لا اعمل سوي مدياك الباور برضه، هي اللي مدياني الباور وبتدعي لي كتير كفايه. اكيد دعوية. اكيد. بص انت يعني طول ما انت بار بوالدتك ربنا بيفتح لك ابواب كتيره للرزق. الحمد يعني لله. اهم حاجه ده اهم حاجه رضا والدتي. طبعا الحمد لله. وبعدين انا من قريه ارياف بسيطه في الشرقيه. وسبت بلدي وجيت هنا عشان اكل عيشي. بس تعبت. لا انت بس تعبت. الحمد لله. يعني من الحاجات اللي انا حبها فيك بجد اللي انت من الناس المجتهده المكافحه. طبعا انا بشكرك وبتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق يا رب دايما. وان شاء الله مش اول حلقه، احنا هنستنى كمان بقى الكوليكشن الجديد هو اتعرض على الشاشه ان شاء الله. الشتوي، علشان هنشوف بقى احسن حاجه عملها الاستاذ احمد، وان شاء الله لنا حلقات تانية معاك باذن الله. ان شاء الله يا فندم باذن الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، استنونا حلقات جايه كتير مع هند شاهين.